صباح الخير مشاهدينا، حل مواعدكم مع واتس كوكينج، ومثل كل يوم سبت واحد معنا الشيف شارل عزار. واليوم شارل بده يحضر لنا موس شوكولا فرامبواز. مظبوط. صباح الخير بس شارل. صباح النور. بس لحتى نفسر شوي، انه الفرامبواز ما راح يكون بقلب الموس، راح يكون هو نحن نعمل جوليه. اوكي، هذه الجوليه هي فرامبواز، وراح نعملها بشكل بيفرين. أوكي. يا فيرين، يا اما اذا بدك يا كوب كبيره، يا اما فيرين فيرين صغيره، حسب المشاهدين هن بعدين بيصيروا ينقوا بيقرروا بس بدنا نتعلم الباز. صح، الباز اول شيء بدنا نعمل. اول شيء شو بدنا نعمل؟ الموس شوكولا اللي بدي اعملها هي موس شوكولا، انه اكيد عملها انا قبل، بس انه هلا عم ركز عليها اكثر. بس مش شوكولا عمير. شوكولا عمير. عمير. شوكولا عمير. لانه بيلبق اكثر مع الفرامبواز. لو عملناها اولي بتزبط، مش بانه ما بتزبط، بس كجو كمرياج طعمات ما كثير بتمشي. صح، عرفتي كيف؟ يعني نحن اللي بهمنا انه نقدر نحط الطعمات مع بعضها المضبوطه لحتى تلبق مع بعضها مضبوطه. اوكي. رح بلش هلا. هي مؤلفه من الموس شوكولا، واكيد رح يكون في الكرامبل تبعيتها. الكرامبل تبعيتها انا جايب بسكويت جاهز. اوكي. نوع من الدايجستيف. معه زبده وسكر. رح افرجي المشاهدين يعني سريعه هيدي، مش رح يقعدوا يعملوا هن البسكويت. ورح الكولي انا الجليفيه عملها قبل. جايبه بس بفسر عنها لانه هيني كثير، بس هي عمليه تسخين الكولي مع شويه سكر وجيلاتين. اوكي. هلا اول شغله نحن راح نبلش بالموس، بدنا نعمل كريم انجليز. راح احط على النار، راح احط الحليب والكريم. اوكي. اوكي، هيدي الكريم وهي الحليب. امبورطون. ايه. اوكي. الشوكولا دوبته، رح هو هون الشوكولا مدوب. اوكي، الصفار والسكر رح نحطهم على بقلب وعاء ونحركهم شوي. اوكي. ايه ماشي. هذا السكر وهدول هون الصفار. صفار. بدي بس ملعقة صغيرة بليز. اوكي، بنحطهم مع بعضهم. اوكي، هلا في كثير، اذا بتيجي بتطلع في كثير 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 روسيتات، اذا بتفوت الانترنت او حدا بيقول لك، في كثير روسيتات للموس شوكولا. صح. في الموس شوكولا يلي الباس تبعها هي كريم وشوكولا بس على الحل، يلي هي كثير طيبه كمان، بس بفضلوها بلا بيض و اتسترا. بيقولوا لك ايه انه بلا بيض وهيك، بس هي اكيد كل وحده عندها خصائص لها. هيدي الموس اللي نحن عم نعملها هلا، الكاركترستيك او الخصائص تبعولها هي انه بتضلها اونكيوز، بتضلها طريه، ما بتفرفيت، لانه هيدي اذا شدت بالبراد بتضلها طريه. بينما يلي هي الموس شوكولا يلي هي بالكريم والشوكولا على الحل، بس تسقع بالبراد انت وعم بتشيليه للقالب او بتصير تفرفت بالتم، ما بتطلع كثير اونكتيوز، يعني ما بتدوب بالتم. يلي نحن ما بدنا اياه، بدنا هي. اوكي. في كمان عنديك الموس شوكولا يلي هي باز بالزليل البيض، يعني بتخفق زليل البيض اخر شيء، كمان طيبه بس بتطلع كثير خفيفه ومفوخره. اوكي، هون شو عملنا؟ حطينا حليب كريم على النار، الصفار والسكر على جنب، بس يغلي الحليب والمي، بننزل الحليب، مش الحليب والمي، الحليب والكريم بننزلهم على البيض. صح. والسكر. صح، بنحرك مزبوط، بنرجع نكمل الكويسون، نرجع بنحطهم بنحطها بالكسرول. هون اخذوا بعضهم. اوكي، يلا بننزلهم وما منطول كثير لحتى ما يستوي البيض يصير مثل الاومليت. هيدي كريم انجليز. هيدي هلا عم نعمل الانجليز نحن. شفتي ما حطيت الا فاني لانه فيها شوكولا، هي مو شوكولا ما ضروري، بس اذا كنا عم نعمل كريم انجليز عادي بدنا نحطها فاني. صح. شفتي بس تسمك، شفتي كيف؟ هلا بس كمان فينا نحط فاني اذا بدنا. اكيد. ما هيك؟ اكيد فينا نحط. اوكي، بشيلها عن النار،
شفت بس سمكت يعني شفتي ما كتير وقت حتى الجيلاتين. الجيلاتين حطون أنا نقعون جيلاتين صار لهم تقريبا شي 5 دقايق. جيلاتين ما بيسوى ينحط بالمي بس نلاقيه طري شوي زي دغري نشيله يعني أقل شي 5 دقايق لحتى يشرب كمية المي اللي لازم يشربها. صار عنا الكريم أونجليز. صار عنا الكريم أونجليز هلا بدنا نزيدهم فوق الشوكولات ديب. شايف كيف سريعة بس إنه سيستماتيك يعني مشينا صح. فيها مزبوط. هلا رح نحط أول قسم منحرك. بالأول دائما منقول إنه شوكولا إيه شوكولا منحسه بيجبل وبنحسه رح يفرط. هلا هون بعد ما إنه أخذ بعضه مزبوط طبيعي لأنه ما أخذ كمية الكريم أونجليز كله. هلا منحط الكمية الثانية. حركه اوكي بتحسيها قد ما انها هينه لعبه ولاد يعني ما انها هالقد صعبه ابدا. هي بس الصعوبه بالكريم انجليز انا ما طريت يمكن بخافوا ناس يحطوا بيض لانه بخافوا من طعمه الزنخه او ما هيك صحيح. إذا كان البيض منه كتير منيح بيعطي بخافوا من الكوليسترول كمان أكيد بس يعني. اليوم أنت بتعرفي أنه اليوم إذا واحد بده يعمل شغلة طيبة بده شوي صغيرة يضحي من بأشياء ما فينا نضحي بكل شيء بصحته لا بده يضحي أنه إيه أنه مش بصحته كتير لا. ما انفهم ما غلط إيه. هلأ هون الشوكولا صاروا مع بعض هلأ قديه بدنا ناكل ما رح ناكل كل الكمية صح. يعني الواحد بده ياكل شوي شفتي هون كيف صار الشوكولا والكريم أونجليز أخذوا بعضهم مزبوط في لمعة كمان إيه لازم هيدي اللمعة أساسية هلأ في شغلة بدي أقولها كتير مهمة أكيد العالم لما بدهم يعملوا كريم أونجليز هي أصعب مرحلة وقت تكون عم بيعملوا كريم أونجليز لأنه في مرات بتقرقط يعني بتصير مثل الأوملات ما لازم كتير نسخن. إذا عنده الميزان بيحطوا الميزان على 83 هي لازم على 85 بس أنا بقول لهم على 83 لأنه تيجوا بده ينشلوها بتكون الحرارة طلعت وصلت لل 85 هون بنتأكد أنه ما بقى في سلمونيلا ما بقى في شيء قتلنا كل شيء بس إذا ما عندهم بيتركوها لحتى يصيروا يقدروا يشوفوا كعب الكاسرول بس تتحرك أوكي سو هيدا هو أصعب بارت. بحال فرطت معهم ما يكبوها إذا عندهم هاند بلندر الباميكس بيحطوها جيراف وبنضربها بترجع بتاخذ بعضها بترجع بتزبط يعني ما تنكب حرام اوكي هلا بدنا نخلط الشامبيه انا كنت كبيتها ايه ما بيسوى ده حرام بس اذا عم بطبخ بعصب وما بتزبط هيدي هلا اعطيتنا تيب الكريم فويتي اوكي بدها تكون مخفوقه من قبل بتنحط معها صح الكريم ما بدها تكون كتير بدها تكون موسوز ما بدها تكون كتير مخفوقة أو شديدة لأنه بدنا إياها تطلع رخوة حتى بس كم قدي وقت إذا عملنا موس بتضاين بالبراد شارد بهيك هاي الروسات مثلا إذا إيه؟ إذا عملتيها فيها ضاين تقريبا 4 أيام 5 أيام ما بيأثر لأنه استوى البيض فيها استوى منه ناي أوكي. 4 أيام 5 أيام إذا عطول في عليها إذا ضلوا بالبراد إيه بس إنه إذا عاملة كمية إذا عاملة كمية كبيرة فيها توصل للست أيام ما بيأثر وهيدي مثل ما قلت لك لذتها إنه بتضل مو أونكتيوز ومو يعني ما بتشد شوي صغيرة بس بتضل هذا الستيل هيك يعني بتشتغلي فيها بتضل هيك هلا رح أحطها على جنب وأعمل الكرامبل يعني. الكرامبل مثل ما قلنا جايبين البسكوي جاهز فينا نجيب بسكوي يكون شوي ساليه شوي مش كتير يعني مش يفكروا البسكوي اللي بينحط مع الجبنة لا بصير كتير هيداك فينا نستعمل نوع دايجستيف اللي بدنا إياه بس أنه ما نكسرون أوكي. فينا نكسرون يعني الكسرة ناعمة وفينا نكون أسمك شوي صغيرة منحط أكتر. ايه. منحط سكر ومنحط الزبدة الزبدة تخليهم يكمشوا على بعضهم أكيد الزبدة هلأ على حرارة الإيد بتطرى وبتصير تكمشون نحن بس علينا ما في غير طريقة منحط الزبدة شو؟ إيه؟ ما في غير طريقة منحط الزبدة منحط الزبدة لا هني انت بعد هلأ 5 دقايق شعر يا
نعملهم بالبيرين. ايه هلا نحن رح نشتغلها بطريقه. هلا هي لازم تنحط بالبراد. هلا انا لا فينا نشتغل فيها دغري، بس انا جايب معي اوكي اوكي هلا اذا بدهم المشاهدين كمان انا ما انتبه تقول فيهم ما يحطوا جيلاتين بقلب الروسات، جيلاتين انه تتكمشها شوي اكثر فيهم ما يحطوا. اوكي هون ليكي كيف صاروا كرامبل. رح احط بكعب الكبايه نفرجي شوي صغيره. اوكي رح احط الموس بالكيس ديجا. ايه في عندي هون جايب مع الفرامبواز، كنا عم نقول الفرامبواز فيكم تجيبوا الكولي جاهز بيكون متلج بتحلوه بتحطوا مع على الرسات الموجوده عندكم، السكر بتسخنوه شوي صغيره وجيلاتين بتكونوا ناعينه بالمي بتحطوا مع بعضهم بتخلطوهم بتتركوهم ليبردوا بيرجع. ايه هلا هون ما عم بكتر كثير نقطه. ليش؟ لانه ما بدي طعمه الفرامبواز تطلع كثير قويه طاغيه. شفتي عم بعملها بشكل تعمل ديكور. ايه اوكي رح احط شوي صغيره بعد كرامبل. ليش بنحط فوق كرامبل؟ بنحط فوق كرامبل كرمال التكستشر. صح، لانه اول شيء لما بيجي حدا عم بيدوقه ما رح يقدر يوصل للكرامبل يلي موجودين تحت، بقى كثير بشي عنه كثير بشي عنه ياكل الكريم ويضل بعدين بس بالكرامبل يوصل لتحت الكرامبل ياكل الكرامبل يكونوا ناشفين. نرجع هون بنزين بشويه كم نقطه. شايفه ما لذة التكستشر تبعيته؟ منا ليكيد ومنا كثير جامده. صح نرجع هون ديكور فرامبواز حبه فرامبواز فينا. هذا ديسير رويال يعني شوفي قديش مرتب وحلو وما بياخذ كثير شغل. فينا نعمل بعد وحده. ايه؟ انا دقيقتين. اوكي اذا بدي هون فينا نحط الجروزاي كمان للديكور اكيد. لا رح نعمل وحده بالصغيره اوكي لنفرجي اذا بدنا نعمل بالصغار. لحتى هيدي على جنب اذا بدهم يفرجوا المشاهدين كيف طلعت. نحن هون زيت الشي. ايه رح نستعمل رح نستعمل اول شيء نحط كرامبل فرامبواز نرجع موس. صحيح ومش غلط تحطي على ال عم تدقر الميكرو. اوكي مش غلط تحطي على البروا تبع يعني على دغري على البلاستيك او على الكبايه كرمال تعطي مونتاج حلو. هون اكيد ما راح نحد كميات الكوب. اكيد لك شو حلوه. نرجع بنحط نقطتين فرامبواز كرامبل كرامبل نرجع كم نقطة فرامبواز. اوكي خلص وقتنا، نحن رح ناخذ سوا وقفة نرجع بنشوفكم بتيستينج. سألنا الشباب شو نحن بناكل بالكوب ولا مش الشباب نشتي سفينة قلنا كله الصغار خلونا الكبار خلونا الكبار بدنا نعرض الكبار شوي بالأول حابين الصغار حسسكم. اوكي مع كل وحدة مع ملعقة. ثانك يو ثانك يو صحتين.
فكرتها معلقه الملقانه بس واقفه. ليك البيرفكت بايت، اخذت شوي موس صح، شوي كولي، شوي كرامبل، وال هذا اللي اشتغلت عليه انه يكون لما بدك تاكلي يطلع لك شويه كرامبل، شويه موس، شويه كولي جيليفي فرامبواز. هذا لحتى اللي كنا عاملين عنه هذا مش سكري ها؟ لا كثير شفتي، لانه نحن بالموس ما حطينا له كثير سكر، حطينا شوكولا امير والشوكولا امير والبسكوي كمان ما حليناها كثير، انجا شويه سكر والفرامبواز كمان فيها شوي. وهي هي لعبه الاسيديتي اللي موجوده بقلب الفرامبواز مع الشوكولا امير بتلبق كثير مع بعضها. مع ملح؟ الملح موجود كان بالبسكوي، نحن جبنا البسكوي خالص انجا بس بتغير صح، ما هو هذا الدايجستيف بيكون فيه شوي صغير مملح بقى، مشان هيك ما عاد زدت انا على الروسات. بس انا دائما قصة هيدا الملح اللي بحطها هي هي هي, هي, هي ادد فاليو للريسيبي، بتعطيها طعمه طيبه. اكسلون كثير طيبين. صحتين، سلم دييتك شارل. ميرسي، بنشوفك بكره ان الله راد. شو محضر لنا بكره؟ رح اعمل بار شوكولا كراميل، بكره كثير قوي الحلقه. لا بكره عن جد فيها تكنيك وفيها طعمات حلوه، والكراميل اللي موجود فيها كمان شغله بيقدروا يستفيدوا منها المشاهدين اكيد. لأفكار شوي بتكون سلي انجا اجباري، لانه فيها كراميل. إيه مش اجباري، بس انه يلي ما بيسوي له كثير الملح وهيك في ما يحط، بس نحن دائما بنحكي عن كل شيء يكون بارفي والطعم المضبوط. بس قد ايه كميه الملح اللي حطيت له؟ نكزه نكزه دجاج، بس نشوف المنظر بيعلى ضغطنا. كل شيء عم نحط فيها زبده وسكر، معلم قاعد لنا من الملحات. دجاج المنظر بيعلى الضغط، شفتي كيف؟ مش اكل الملح او السكر. هلا اكيد انا رح صور الصوره ونزلها عندي على الانستغرام شارل اندرسكور عزار، بيقدروا يفوتوا يتفرجوا على الفيسبوك بيج ام تي في لايف كمان. كمان اكيد اكيد يرجعوا يحضروا الحلقه. ثانك يو شارل ادما. ماشي، ميرسي لكم مشاهدينا. انا مجا بشوفكم الاسبوع الجاي، بتمنى لكم ويك اند ممتع، وما تنسوا البسمة. باي باي.